الآن نبقى في إسرائيل، ولكن إلى موضوع آخر، حيث رفضت منظمة المجاورة الإسرائيلية ما يرشح من أنباء عن اتصالات بين حركة حماس وإسرائيل حول صفقة لتبادل الأسرى. وأكدت المنظمة أنها ترفض أي إفراج عن أسرى فلسطينيين بموجب الصفقة، بدعوى أن الحديث يدور عن أشخاص نفذوا عمليات ضد إسرائيليين، وأن صفقة كهذه من شأنها أن تشجع على المزيد من العمليات. يأتي هذا الموقف للمنظمة وسط تقارير تفيد باستمرار الاتصالات بين حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل للأسرى. ومعي حول هذا الموضوع الصحفية من قطاع غزة عبر خط الهاتف سهيل ناصر. بداية، ما هي آخر الأنباء حول الاتصالات بين حماس وإسرائيل من أجل إتمام صفقة التبادل؟ يعني بداية، حتى تكون الأمور واضحة، الصفقة ستتم عاجلا أم آجلا، ولكن ستأخذ بعض الوقت، ربما من خلال ما بين 6 أشهر إلى سنة. الحديث حول هذا الموضوع، إسرائيل تتخوف، يعني الجميع، حركة حماس وإسرائيل يقفان حول الدائرة، والدخول في عمق الدائرة يحتاج بعض الوقت للوصول إلى، أو بعد مناقشة بعض التفاصيل في هذا الإطار، ولكن الحراك في هذا الموضوع والنقاشات مستمرة حتى هذه اللحظة حول موضوع إتمام صفقة لتبادل الأسرى. ولكن التخوف الإسرائيلي الآن من الاستحقاقات التي ستترتب على هذه الصفقة، وفي المقابل هناك تخوف لدى حركة حماس من أن تكون، خاصة بعد أن بادرت حماس في هذا الأمر، بأن تفهم إسرائيل بأن حماس تريد أن تتم أي صفقة بدون أن يكون الثمن باهظا، وهذا ما تريده حماس، أن تريد أن يتم صفقة مشرفة بالنسبة لها، وتحرك الكثير من الملفات في هذا الإطار. ولكن الأمم المتحدة، الجانب المصري، وربما يدخل الوسيط الألماني في هذا الإطار، يسعيان، ولكن الدور الآن هو الدور المصري في هذا الإطار، من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة ما بين الطرفين للبدء بشكل فعلي بمناقشة التفاصيل بما يخص صفقة لتبادل الأسرى. ولكن على أي حال، حتى هذه اللحظة لا يوجد خلافات، الأمور تسير بالشكل المطلوب، ولكن الدخول في عمق تفاصيل الصفقة وإتمامها أعتقد يحتاج إلى بعض الوقت، وهذا الأمر ربما، هذا الوقت ربما يترتب على الحكومة الإسرائيلية. ربما غانتس وليبرمان بعد تشكيل الحكومة ربما قد تقترب الأمور أكثر فأكثر، وربما يتم اتخاذ القرار بشكل جدي. ولكن هناك لجنة مشكلة من قبل الجانب الإسرائيلي لمتابعة موضوع صفقة تبادل الأسرى، ومن أجل التوصل أو التفاوض في هذا الإطار. وحماس أيضا لديها لجنة في هذا الجانب. أعتقد الأمور تمشي بشكل جيد، ما لم يحدث لا سمح الله أي طارئ بهذا الخصوص. يعني رأينا أن منظمات إسرائيلية تقول أن المعايير التي بموجبها تمت، يعني الصفقات الماضية، أي الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، لا يجب أن تكون هي المعايير في الصفقة القادمة. هل من الممكن أن توافق حماس على هذا الشرط؟ يعني لا أعتقد ذلك. التوافق في هذا الإطار، حماس لديها معايير معينة ولا يمكن التنازل عنها أعتقد، وهذه هناك تجربة سابقة في هذا الإطار من خلال صفقة شاليت التي تم الإفراج عنها عن يعني أسرى لديهم ملفات كبيرة بالنسبة لإسرائيل، ولكن رغم ذلك تم الإفراج. ولكن حتى مع المناشدات والمنادات والتقرير التي تخرج من قبل المنظمات التي ترفض هذه الصفقة وترفض أن يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين موجودين داخل الأسر تعتبرهم قد قتلوا إسرائيليين، المصلحة السياسية العليا في هذا الإطار قد تتغلب على هذه المناشدات، وإسرائيل تريد بشكل أو بآخر أن تنهي هذا الملف بشكل يعني دون أن يكون هناك استحقاق كبير. والتخوف كما ذكرت، هناك نقطة أيضا مركزية في هذا الجانب، أن إسرائيل لا تريد لحماس أن تحقق تحقيقا مشرفا في هذه الصفقة حتى لا تعزز غريزتها مرة أخرى من أجل أن يكون هناك خط جنود. وأعتقد طالما الصراع موجود، حماس لديها ربما، ولا أعلم ذلك، ولكن بكل تأكيد طالما الصراع موجود، ربما قد في المستقبل بعد أن تتم هذه الصفقة بوقت معين أن يتم اختطاف جنود وبالتالي تدخل في صفقة جديدة. ولكن هذه المناشدات ربما، أو ما تطلبه بعض المنظمات، هو رد طبيعي من قبل المجتمع الإسرائيلي وبعض المنظمات الإسرائيلية في هذا الإطار، ولكن المصلحة السياسية العليا قد تتفوق وتتغلب على هذه المناشدات. شكرا لك صحفي سهيل ناصر، كنت معي عبر الهاتف من قطاع غزة.